معانا النهارده مفاجاه. النهارده بقى هنعمل ويسكي موخيتو باولد ستاج ويسكي من مصر الجميله. طبعا زي ما انتم شايفين في شجر كريسمس وحاجات كده بتاعت بابا نويل عشان كريسمس والكلام ده راس السنه وكل سنه وانتم طيبين. وازازه الاولد ستاج ديت بقى تعبت قوي لغايه ما وصلت لغايه عندي، فالنهارده جبتها هنعمل بيها موخيتو ويسكي او ويسكي موخيتو، او ممكن نسميه موخيتو مصري. اللي عايز بقى يعرف قصه الموخيتو بتاعنا هيقدر يشوف الفيديو ده يعرف قصة الموخيتو الأصلية والموخيتو الأصلي عامل ازاي. خلينا بس نتكلم عن الأولد ستاج شوية. أولد ستاج مبقالوش كتير، هو اتعمل لأول مرة في سنة 2004. أولد ستاج معمول على إيد المجموعة المتحدة للتقطير، ودي شركة من شركات مجموعة الأهرام للمشروبات، وطبعا الأهرام الملك الأصلية هي شركة هاينيكن، وده بلندد ويسكي نسبة الكحول فيه 40%. بلندد يعني مخلوط من كذا ويسكي مش ويسكي معين، فده معناه ان شويه ويسكيز معموله من مكونات مختلفه اتعتقوا وبعد كده اتخلطوا وطلع البلندد ويسكي ده. لو بقى عايز تعرف اكتر عن الويسكي ممكن تشوف الفيديو ده اتكلمت فيه عن انواع الويسكي وتاريخ الويسكي وكل حاجه ليها علاقه بالويسكي. اولد ستاج مش احسن ويسكي في الدنيا كلنا عارفين حاجه زي كده، فمش هكدب عليكم. هو يمكن طعمه فيه مثلا لسعه فانيليا شويه كده غريبه، وفيها ممكن تلاقي لسعه فاكهه بس مش قوي يعني، بس هو يعني اللي موجود. المهم بقى اما نخلطه مع شويه حاجات تانية هيطلع في الاخر نتيجه لطيفه جدا ان شاء الله. فيلا بقى نعمل الكلام ده سوا. لو انت بقى عندك اي محل خمور جنبك انزل هات اولد ستاك، ليمون، نعناع، شربات وكلوب سودا، واشتغل دلوقتي حالا نعمل دماغ سوا. خلينا بقى نشوف المكونات الجميله جدا بتاعتنا النهارده. اول حاجه هستخدم ويسكي، انا هستخدم اولد ستاك ويسكي، هستخدم 45 مللي. بعد كده كلوب سودا هكمل بيها الكوبايه. بعد كده سيب سيرب او شربات، لو عايز تعرف ازاي تعمله ممكن تشوف الفيديو ده، هستخدم منه حوالي 60 مللي. بعد كده محتاج عصير ليمون اخضر 60 مللي، واخيرا شويه نعناع جمال. زي كل مره يلا نعصر الليمون الاول عشان يبقى عندنا عصير ليمون فريش. يلا بينا. الحمد لله كده خلصنا عصر الليمون بتاعنا. دلوقتي هنجيب الليمون ونحطه جوه الشيكر، عظيم جدا. بعد كده هناخد 60 مللي من السمبل سيرب برضه نحطهم جوه الشيكر. حلو قوي. ودلوقتي احط ورق النعناع ده كله جوه الشيكر برضه. الموضوع هياخد وقت طبعا. كده خلصنا حط النعناع كله بتاعنا. دلوقتي بقى هجيب المادلر واهرس كل حاجه مع بعض. لو انت ما عندكش بقى المادلر ده ممكن تشوف الفيديو ده بشرح فيه ازاي تستبدل المادلر والالوان دي كلها بحاجات موجوده في اي بيت. يلا بقى نهرس الكلام ده. خلصنا كده هرس للنعناع، نكمل بقى بقيه الخطوات بتاعتنا. هجيب بقى الاولد ستاج ويسكي الجميل ده احط منه 45 مللي. يلا بينا. عظيم. دلوقتي بقى نحط شويه تلج جوه الشيكر. نقفل الشيكر بتاعنا. يلا بينا. يلا بقى كده جاهزين نصب الكوكتيل بتاعنا. يلا بينا. هنجيب بقى كوبايه نحط فيها شويه تلج، جميل جدا كده نصب الكوكتيل جوه الكوبايه، حاجه عظيمه. واخيرا خلينا نملى الكوبايه بالكلوب سودا بتاعتنا. يلا بينا. ربنا يبارك في الاولد ستاج. اخر حاجه بقى نزود حته نعناع من فوق، فهنجيب النعناع نعملها كده نضرب عليها عشان لو في اي سوائل تطلع منها ونحطها في الكوكتيل. بصراحه الكوكتيل طعمه لطيف جدا، الطف من اللي توقعته، وده عشان احنا حاطين مكونات ثانيه ممكن تكون غطت على الاولد ستاج، وكمان الاولد ستاج اصلا يعني طعمه مش قوي، هو طعمه ضعيف اصلا، مش بي يعني ملوش طعم ويسكي قوي اساسا. هتلاقي اللون مختلف عن الموخيتو العادي، لو انت شفت في فيديو الموخيتو هتلاقي اللون مختلف، هتلاقي ان ده اصفر شويه لان الويسكي بتاع النوي لون، انما الرم ملوش لون. في الاخر طبعا هو كوكتيل جميل جدا بمنتج محلي، كل الناس تقدر تجيبه بسهوله، محدش هيتعب خالص ان هو يلاقيه ولا هيدفع فيه فلوس كتير. وانا دلوقتي عندي ازازه الاولد ستاج بقى نعمل بيها حاجات تانيه كتير جدا ان شاء الله.
فاتمنى الويسكي موخيتو ده او الموخيتو المصري ده يعجبكم، وان شاء الله يعلي معاكم الدماغ على الاخر. طبعا لو عجبكم بعد ما تعلوا دماغكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب تحت، ولو انت عندك اولد ستاج عرفت تنبيه حاجه تانية في البيت يا ريت تبعت وتقول ايه الحاجه التانيه عشان نشاركها مع كل الناس اللي بتحب الاولد ستاج واللي مش بتحب الاولد ستاج. اشوفكم بقى المره الجايه بعد ما اخلص الاولد ستاج بتاعي ده. مع السلامه.